بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى مورد معرفي أو وضعية تعلمية في ميدان الظواهر الميكانيكية تحت وحدة مقاربة أولية لمفهوم القوة. إذن فهذه الوضعية تتكلم عن فعل الأرض على جملة ميكانيكية أو ما يعرف بالثقل. إذن فبدون إطالة، لدينا فعل الأرض على جملة ميكانيكية أي ثقل، وننطلق من هذا النشاط المقترح المتمثل في هذه الصور التي اقترحناها عليكم. تلاحظ في الصورة الأولى ريشة هي جملة ميكانيكية، ومظلي هو جملة ميكانيكية أخرى، وشخص جالس تحت الشجرة والكل هو جملة أخرى. إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تسقط الأجسام نحو الأرض؟ فهنا يكون الجواب بسيط، يعني هذا يدل على أن الأرض تجذب أي جملة تتواجد في حقل تأثيرها بقوة. هذه القوة تعرف باسم قوة جذب الأرض للأجسام أو للجمل أو للجملة الميكانيكية، أو هي التي سيصطلح على تسميتها بثقل الجملة. يعني قوة جذب الأرض أو ثقل الجملة نفس المعنى. إذا نمر إلى كيفية السقوط. يعني الأول أخذنا المفهوم، ما هو مفهوم فعل الأرض على جملة ميكانيكية، أو ما هو الثقل؟ ثقل الجسم أو ثقل الجملة هو قوة جذب الأرض لها. الآن كيف يتم هذا الفعل؟ يعني ما هي مواصفاته أو خصائصه؟ سننطلق من هذا المثال. نعم، كيف يكون سقوط الجملة نحو الأرض؟ انطلقنا من هذا المثال، مثلا نلاحظ حبة فاكهة حينما تتحرر كيف تسقط. نعيد الصورة أو نعيد المحاكاة. لدينا حبة تفاح مثبتة على الغصن، لظرف ما، لظروف ما، ستنفصل عن الغصن. إذن أين ستذهب؟ تلاحظ بأنها تسقط بشكل عمودي على الأرض. إذن نقول تسقط الجملة الميكانيكية الموجودة في حقل الكرة الأرضية بشكل أو على استقامة عمودية على سطح الأرض. هنا يأتي السؤال الآخر: هل تشد الأرض جملتين مختلفتي الكتلة بنفس القوة وهما على نفس البعد؟ يعني نوضح السؤال. إذا كانت لديك مثلا تفاحتين مختلفتي الكتلة وتوجدان على نفس العلو من الأرض، هل الأرض تجذبهما بنفس القيمة العددية؟ إذن فترى ذلك بشكل تجريبي، بأن الأرض تجذب هذه الجمل بقيم مختلفة. هذه القيم تكون متناسبة طرديا مع الكتلة، مع كتلة الجملة، وعكسيا مع البعد عن مركز الأرض. إذن نمر إلى التمثيل، يعني نمثل قوة الثقل أو قوة جذب الأرض للجملة الميكانيكية. إذن لدينا هذه جملة حبة تفاح، نمثلها من خلال كيفية السقوط. بما أنها تسقط شاقوليا حينما تكون حرة، فهذا يدل على أن قوة الثقل حاملها خط مستقيم شاقولي أو عمودي على سطح الأرض. إذن هذه الميزة الأولى. الخاصية الثانية، من المفروض الاتجاه نؤخره لكن لا بأس، يكون الاتجاه دوما نحو مركز الأرض أو نحو الأسفل. الآن نقطة التأثير كما تلاحظ، يعني من أين تشد الأرض أي جملة؟ فإنها تشدها من مركزها الذي سيسمى مركز الثقل. هذا مركز الثقل يكون متطابقا مع المركز الهندسي للجملة إذا كانت متجانسة. المهم، مركز الثقل هو نقطة التأثير التي تؤثر بها الأرض على الجملة. ثم لدينا القيمة العددية، يعني بكم الأرض تشد هذه الجملة؟ قلنا
الأرض تشد الجملة بقيمة عددية تتعلق بكتلة هذه الجملة، يعني كمية المادة الموجودة فيها وببعدها عن الأرض. إذن ففي التمثيل الهندسي أو التمثيل البياني شدة الثقل أو القيمة العددية للجملة للقوة التي تجذب بها الأرض هذه الجملة نعبر عنها بطول الشعاع كما نلاحظ في الرسم، وهذا الطول يكون وفق سلم معين بطبيعة الحال، إما حقيقي أو تصغيري أو تكبيري. إذا نلاحظ فالجملة تتحرك بهذه الكيفية، حينما تكون حرة تسقط هكذا. إذا فالحامل خط عمودي، نقطة التأثير هي مركز الجملة، الاتجاه نحو الأسفل، القيمة العددية نعبر عنها بطول الشعاع. إذا ونرمز لهذه القوة بالرمز إما بشعاع يعني الثقل مباشرة، أو نرمز لها بالرمز F شعاع لتي على S أي قوة جذب الأرض للجملة S. بعد ذلك يطلب منا أن نجيب على هذا المورد المعرفي، ما هي العلاقة الموجودة بين كتلة الجسم وشدة ثقله؟ إذن سننطلق من هذه التمثيلات، ما دام هناك كتلة فنحضر وسيلة قياس الكتل وهي الميزان وليكن الميزان حساس، ونحضر الجملة التي ندرسها. إذن هذه محفظة نضعها على الميزان لمعرفة كتلتها أو لقياس كتلتها. إذن فأشار الميزان إلى كتلة قيمتها 3000 غرام أو 3 كيلوغرام. ثم نحضر هذه الأداة. إذن فالربيعة أو الديناموميتر الذي معنا هو أداة لقياس شدة الثقل. إذن فالقوة فالثقل هو قوة، والقوة هي مقدار شعاعي، وهذا المقدار الشعاعي من خصائصه له قيمة عددية ألا وهي شدة القوة أو شدة الثقل، تقاس بواسطة الربيعة، ووحدة القياس هي النيوتن كما هو مسجل في الأداة. إذن هذه أداة ذات نابض وهذه أداة رقمية. في الحالتين سنعلق الجسم في هذا الخطاف ونقرأ. إذن سنعلق المحفظة في هذه الرابعة. كم ستقرأ الرابعة في هذه الحالة؟ تقرأ لنا 29.4 نيوتن، يعني هذا المحفظة التي كتلتها 3 كيلوغرام يكون ثقلها 29.4 نيوتن في هذا المكان. إذن فما هي العلاقة؟ نلخصها في هذا الجدول. الجملة المدروسة، المقدار الفيزيائي هو الكتلة، والمقدار الآخر هو شدة الثقل. إذن الجملة المدروسة هي المحفظة، سنتكلم عن كتلة المحفظة وشدة ثقل المحفظة. إذن الرمز النظامي للكتلة هو M، والرمز النظامي للثقل هو شدة الثقل هو P. فقط نحن نتكلم عن الشدة. جهاز القياس أو أداة القياس بالنسبة للكتلة هي ميزان الكتلة، بالنسبة لشدة الثقل هي الديناموميتر أو الربيعة. القيمة كم وجدنا؟ 3 كيلوغرام لهذه المحفظة، وشدة ثقلها هي 29.4 نيوتن. أن ما هي وحدة القياس؟ قلنا في الكتلة هي الكيلوغرام، وشدة الثقل أو القوة هي نيوتن، رمزها N. ما هي العلاقة بين المقدارين؟ يعني ما هي العلاقة أو النسبة بين 3 و 29.4؟ تلاحظ بأن من خلال العلاقة العددية أن P يساوي M في G، أي شدة الثقل تساوي الكتلة في مقدار ثابت هو G. هذا المقدار الثابت جي ما هو إلا قوة جذب الأرض أو الجاذبية الأرضية في هذا المكان، ومنه يمكن أن نجد العلاقة بين بي وام، أي ام تساوي بي على جي، ام يساوي بي على جي. يعني مثلا هنا لو أخذنا تطبيقا عدديا، البي هو 29.4، إذا نعوضها في مكان البي 29.4 على جي، هذا الجي أو مجهول الآن، نحن نبحث عن ام. إذا كان هذا الجي يساوي 9.4
78 مثلا أو 9.8 سيعطي لنا الكتلة 3 كيلوغرام. إذا كان البي معلوم والآم معلوم فإننا سنبحث عن جي. هو يطلب منا فقط إيجاد العلاقة بين المقدارين آم وبي، يعني بين الثقل والكتلة. إذا قلنا بي يساوي آم في جي، وآم يساوي بي على جي أو على الثابت. ما معنى يعني يمر إلى بعد ذلك إلى مفهوم اسمه انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل؟ ما معنى كتلة الجملة منحفظة وثقلها غير منحفظ؟ إذن كذلك هنا سنقارن الجملة المدروسة، هي كتلة عيارية على سبيل المثال، المقدار الفيزيائي هو الكتلة وشدة الثقل. إذن فالرمز النظامي لكتلة هو آم ولشدة الثقل هي بي. جهاز القياس أو أداة القياس هي ميزان الكتلة وديناموميتر لشدة القوة. الآن مكان القياس، يعني أين قسنا قيمة الكتلة العيارية؟ قسنا قيمة الكتلة العيارية، إيجاد كتلتها في القطب الشمالي مثلا كم تساوي؟ إذن فالكتلة التي أحضرناها وجدنا كتلتها تساوي 1 كيلوغرام في القطب الشمالي للكرة الأرضية. وفي هذا المكان الربيعة قرأت لنا شدة الثقل تساوي 9.83. نحن ذكرنا العلاقة بينهما في الخطوة السابقة. عند خط الاستواء، يعني نقلنا هذه الكتلة، هذا العيار، نقلناه من القطب الشمالي إلى خط الاستواء وقسنا كتلته بالميزان، وجدنا أنها ما زالت 1 كيلوغرام. لكن حينما قسنا شدة الثقل وجدناها 9.78 نيوتن. ما معنى هذا الكلام؟ هذا هو الذي يفسر بانحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل، بمعنى أن الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان، أي كتلة الجملة منحفظة وهي مقدار متعلق بكمية المادة، لأن هذه الكتلة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن عدد الذرات أو عدد الجزيئات الموجودة في هذا الجسم. وعدد الذرات أو عدد الجزيئات الموجود في هذا الجسم فإنه لا يتغير بتغير المكان، سواء كنت على في القطب الشمالي أو في خط الاستواء أو في القطب الجنوبي أو في القمر أو في المريخ، يعني تبقى هذه الكتلة، يعني هذا العدد هو نفسه. لكن شدة الثقل متعلقة بأمرين، شدة ثقل الجسم غير منحفظة يعني غير ثابتة، تتغير بتغير أحد الظرفين، يا تتغير الكتلة ونحن لم نغير كتلة الجسم، إذن فتتغير بتغير مكان وجود الجسم. أي فمثلا من خلال تجربتك هذه تفهم بأنه تغير بعد الجسم عن مركز الأرض، لأن الأرض التي شكلها العام الكروي فهي بيضاوية الشكل، أي متسعة في خط الاستواء ومنضغطة عند القطبين، هي بيضاوية. وبالتالي فإذا رأينا إلى نصفي القطرين العمودي والأفقي، يعني نصف القطر النازل من القطب الشمالي إلى مركز الكرة الأرضية يكون أصغر من نصف القطر المنطلق من مركز الكرة الأرضية إلى خط الاستواء. فبالتالي الجسم حينما يكون عند خط الاستواء يكون أبعد حينما يكون عند القطب الشمالي، يعني ففي القطب الشمالي يكون أقرب إلى المركز من خط الاستواء. وبالتالي هذا هو السبب الذي جعل قيمة الثقل تتغير من 9.83 إلى 9.78. يعني هناك علاقة عكسية، كلما ابتعدت الجملة عن مركز الكرة الأرضية كلما قلت الجاذبية، بمعنى ما دام كل ما قلت الجاذبية يعني المقدار جي يصغر فإن قيمة الثقل ستصغر كذلك. إذن هذا بالنسبة لما ورد في المقارنة، وهذا ما يفسر معنى انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.